ورحمة الله وبركاته، معكم عمر عبد العزيز من قناة أملاك الألعاب. النهاردة هنقدم لعبة ريزنت ايفل 4. هنبدأ السلسلة إن شاء الله ما عدا الجزء الخامس، عشان الجزء الخامس يعني في حاجات كده بتستهزئ بالدين وكده فمش هنلعبها. فهنلعب الرابع السادس السابع إن شاء الله. والأخ اللي عمال يكلمني نفسه في السادس إن شاء الله هختمهولك بإذن الله بعد الرابع. هو الرابع مش هياخد حاجة يعني، إن شاء الله يعني هيتختم بسرعة، هنخلصه على طول. إن إيفو فور أنا اخترت الجزء الرابع والسادس والسابع والثامن، لسه نازل السنة الجاية. طبعا الجهاز بتاع عمره ما هيشغله، والله أعلم يعني. هما يعملوا من الجزء الرابع ده ريمينك بس في السنة بعد الجاية. يونايتد ستيتس، الولايات المتحدة، ولا هي متحدة ولا حاجة. هقول حاجة بس قلت مش دلوقتي. ست سنوات يلا يا حبيبي. الاتنين دول طيبين قوي. انا لعبتها وختمناها على البريسنتو من زمان، بقالها حوالي 14 سنة ولا حاجة. ايوه صح. عربية مفحصة يعني مصفحة، مفيش، لازم تتبول. تعالك زومبي يتعالج التبويلة، مبيدخنش. بول هجيلك اللي هيتحرق. فانيش
الغرباب، الغربوب، في غربوب. رجل الطيب، رجل الحنين، رجل الحنين أتل الأسرة. سيبه كان بيتدفى. بجد يو عند الرست يا لحم. شايف الناس عندنا على الحق؟ يلا راح بالسلامة. ايوه شد خلص يا اختي انيس. ايوه نعب كره. يا لهوي تيتي هات الفلوس بتاعتك. ما قلتش ليه درك صدر بتاعكم؟ احنا ان شاء الله هنختمها بالشابتر، شابتر واحد، شابتر اتنين، شابتر تلاتة كده. تعالى غربوب. شكرا غربوب النوبي. كالبوب كالبوب البوبي. اي خدمة اي خدمة كالبوب البوبي. قنبلة بوبي. كده هتفرتكوني دول. هاي هاي فلسطين ترش فلسطين تاني. دول فلسطين. أنست تزرش معايا تاني. ايوه تيكو. هي انت اللي غلو. نهرج انت يا ستي. ما بطئكيش.
ماشي خلاص يا حبيبي، فهمت. بسرعة نجي لنا أسوس، خش على الباب، خش على البيت، والنبي إيه والنبي إيه، أيوة سيسيس كابي. بيقول لك كان الفصيل يا نهار ابيض يا نهار يا نهار، ايوه استنى بقى، اطلع السلم حبيبي، يا نهار ابيض يخرب عقلك يا راجل. خد يا راجل عواجيز النيزي يا ابن الكلبوب، رجع تاني يا راجل عجوز يا نهار ابيض. يا نهار ابيض مات في الدماغ، في الدماغ، ايوه اسوس ارجع تاني، ارجع تاني، ارجع تاني، مثل بقول لك اديله في دماغه، مش مكلم من غير بواب يعني، ارجع تاني يا راجل يا عرة، بدي مش لسه بقول مش عاوز تعدي ليه؟ النقمبانة، ايوه ايوه فيريس بريبريروس، يلا في دهيرس، لور سادلر روحوا له بقى. سابك وراح مشوار ريزيدنت ايفل 4، راح بقى ماشي. باك 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 باك، هاو ها هاو ها، نيو 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 الـ15 بتاعها،
فين المطار ده؟ كود لو دماغك تو وعدو يلا حبيبي. الأولى تعالي واحدة كمان هاد دماغك الجميلة مزمسمة مش مش في حد قريب مني هم اثنين بتصد الطلقة صد واحد وانت بتصد دي كمان عشان بتعمل لك مغص في رجلك فين الراجل؟ في راجل تاني هنا تعال في واحدة قريبة من هنا اهي تمام يا عمور يا عمور
يا نهار ابيض، انا لسه حجر حجر جر. يا نهار ابيض، لا لا عملني كفتة. كفتة ايه؟ كفتة حلوة يعني. قد فهمت. خلاص يا نهار ابيض، اتغيرت. ايه انت ايه؟ مين؟ تعال تعال، هات حرفشة دماغك. يا نهار ابيض، في بوزيك. يا حد بيخبط. ست كنابل. ايه ده، اتخضيت حتى اتخضى. نهار أبيض، عنتر جبنة. اهو الشيز جبنة. وشيز يعني تعمل ايه يا حبيبي؟ تعمل ايه يا حبيبي؟ تضرب مين؟ ده العمل ازلي اتختمت. سنسيف مش اتختمت اللعبة، اتختمت الحالة يعني. انت ترك سيدلر
فواحد جاي يصررنا على الآخرة يبقى يجيب لنا السرور. في خنفسة هي موضوع ريحوا نفسكم. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، يا نهار اللو فينيشن، خد فينيش قطع الرقبة. يا ستي انا ما برتاحلكيش، امشي. وبكده نبقى ختمنا الحلقة الأولى، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة التانية، وما تنسوش كومنتاتكم، وإن شاء الله لما أخلص اللعبة دي هختم الجزء السادس. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.